تواصل مراكز الكبد على مستوى الجمهورية استقبال مرضى فيروس سي الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، وذلك لتوقيع الكشف الطبي عليهم تمهيدا للحصول على عقار سوفالدي الجديد، إذ بلغ عدد من سجلوا بياناتهم نحو 200 ألف مريض منذ فتح باب التسجيل الخميس الماضي وحتى أمس. كل منهم ينتظر دوره علّه يشفى من مرض لا يرحم ينهش في كبده ولا عزاء للمصاب. كلهم أمل في الحصول على عقار سوفالدي لينهوا به سنوات معاناة من فيروس سي. جاي عشان عندي فيروس سي، بس أنا ما اتعالجتش منه بقالي 8 سنين لأن ما عنديش فلوس أتعالج منه. كشفت مرة واحدة عند دكتور وقال لي تابع معايا، ما عنديش فلوس. فقدمت في لما قالوا في علاج جديد نازل، رحت مقدمة في النت وجالي الرد ان انا اجي هنا. جاي عشان ربنا كرمنا بالعقار الجديد ده ان هو يبتدي يحضروه، فبنعمل عملنا تحاليل اللي هي مطلوبه ومستنيين ان شاء الله نكشف. المرض ده اكتشفته من سنه 97، عندي تليف في الكبد وتضخم في الكبد، فجيت هنا قبل كده كشفت فقالوا لي الحقن ما تنفعش عشان عندك تليف. مرضى فيروس سي الذين سبق لهم تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني اصطفوا أمام مراكز الكبد لإجراء الكشف الطبي لتحديد مستوى إصابتهم ومدى تقبلهم للعقار. مش كل مريض فيروس سي هيتعالج حاليا، هنتعالج فقط الناس عندها تليف كبدي لأن دول أكثر عرضة للتدهور في حالتهم، فبالتالي احنا هنعالج فقط المرضى دول حاليا، والمرضى التانيين اللي هم في بداية حالتهم المرضية في بدايتها هيستنوا لغاية ما يبقى في أدوية أخرى هتجيلنا إن شاء الله في شهر فبراير القادم. ما يزيد على 250 ألف مريض من 12 مليون مصاب بفيروس سي هم فقط من سجلوا بياناتهم للحصول على عقار سوفالدي الذي يمنع إنتاج الفيروس للبروتين الخاص بعملية استنساخه في الدم بنسبة 90%، ذلك العقار الذي يصل سعره بمراكز وزارة الصحة إلى 2200 جنيه وبالصيدليات إلى 14000 جنيه. عقار سوفالدي الذي يستغرق العلاج به 6 أشهر سيصل منه 225000 جرعة، من المتوقع أن تعالج نحو 60000 حالة في أول 3 أشهر. وفقا لمنظمة الصحة العالمية نحو 250 مليون شخص في العالم يعانون من فيروس سي الذي يتسبب في وفاة ما يزيد على 350 ألف مصاب سنويا، ومصر تحتل الأولى عالميا وعربيا في معدل الإصابة به. إحصائية دفعت وزارة الصحة لتصنيع العقار بدءا من العام المقبل لتوفير كمية كبيرة منه، استراتيجية ستسير جنبا إلى جنب مع حملة بقيادة الوزارة للوقاية من الفيروس اللعين. شيرين مجدي، النهار اليوم.